إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. يا من إليك من السنة أن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ولكن ما حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة؟ حيث إن هناك من يعترض على ذلك بأن فيه مخالفة للشرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا مانع شرعا من الاجتماع لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة لعموم النصوص الواردة في استحباب قراءة القرآن، كقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولكن إذا اجتمعنا إنما نجتمع حتى لا نجلس بدون ذكر، ونجتمع ليجلس الجميع لأنهم لا يعرفون قراءة القرآن. إذن لفائدة، يبقى يكون الاجتماع لفائدة، نجمع الناس على قراءة القرآن لأنهم لا يجيدون قراءة القرآن وحدهم، فنأخذ ثوابا ونعطيهم ثوابا، والله أعلم. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.